أمس في مواجهات بطولة اليورو كان في مباراة بين ألمانيا والدنمارك، وقطع المباراة رجل مقنع معلق في السقف، مو معروف كيف دخل وليه عمل كذا وكيف وصل لهناك وليش لابس قناع أصلا. وبسبب الرجل هذا تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة وتم القبض عليه. الرجل المقنع عمل حالة استنفار في الملعب، شاركت فيها المروحيات بالضبط زي ما سمعتوا، ايوه جات المروحيات التابعة للشرطة عشان تنور السقف للشرطة، يعني عشان يقدروا يشوفوا بوضوح وما يهرب. وعلى فكرة مع كده حاول يهرب وحاول انه كده يطلع لفوق السقف، بس السلطات مسكته. معلومات عن هوية الرجل مو متوفرة، والشرطة قالت إنه هدفه كان التقاط صور من سقف الملعب، وإنه الحقيبة اللي كانت على ظهره كان فيها كاميرا ومعدات تصوير وما كان بيشكل خطر على أحد، وما تبين يعني إيش سبب لبسه للقناع. نفس المباراة هذه كانت كمان تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية، واللاعبين طلعوا من الملعب يعني لأكثر من 15 دقيقة قبل ما يتم استئناف اللعب، والسبب عاصفة برق كذا ضربت الملعب، وأوريدي كان في تحذيرات أصلا من أنه في عاصفة من قبل المباراة يعني. وبالفعل وصلت العاصفة خلال لعب الشوط الأول من المباراة، وشفنا صور منتشرة لصاعقة يعني كذا قريبة من الملعب، فارتأى حكم المباراة أنه يوقف اللعب. وخلال توقف المباراة شفنا فيديوهات كمان للأمطار الغزيرة نازلة على الملعب وشلالات موية في جوانب الملعب نازلة من السقف، والجماهير بترقص مبسوطة. هذه الحادثة ذكرت الناس باللي صار مع اللاعب الدنماركي جوناثان ريختر اللي خسر ساقه بسبب صاعقة برق خلال مباراة في سنة 2009. جوناثان كان لاعب في نادي دنماركي وكان تعرض لإصابة بالبرق خلال 2009، دخل بعدها في كوما عشرة أيام، وبعد 6 أسابيع تم بتر ساقه واعتزل اللعب في سن 24. وهذه الحادثة الأليمة يعني بررت طبعا للناس رغبة اللاعبين الدنماركيين بإيقاف المباراة.